الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن في درس جديد من دروسنا في مادة التاريخ، والذي نتحدث به عن تاريخ المسلمين في الأندلس. لابد من الإشارة والتذكر إلى أن الدولة العباسية قامت متى؟ قامت لما صارت هناك معركة بين طرفين، كانت الدولة الأموية اللي كان مركزها أو عاصمتها دمشق، وكانت في عنا الدولة العباسية. حصل بينهم معركة اسمها معركة الزاب، وعلى أثرها قامت الدولة العباسية في بغداد. إلا أنه في هذه المعركة نجا عبد الرحمن الداخل اللي كان اسمه عبد الرحمن بن معاوية، نجا من ملاحقة العباسيين له. لوين توجه عبد الرحمن الداخل؟ راح للأندلس، وسميناه احنا أصلا بالداخل لأنه دخل الأندلس وأعلن هناك عن قيام الإمارة الأموية فيها. أعلن عن قيام الإمارة الأموية في الأندلس. إذا مرة أخرى، قامت الدولة العباسية عندما حصل هناك معركة بين الدولة العباسية والدولة الأموية، اسم هاي المعركة معركة الزاب. هلأ العباسيين قضوا فيها على الأمويين، إلى أن عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل تمكن من اللجوء إلى نفسه، من اللجوء بنفسه إلى الأندلس اللي هي سميناه بالداخل نسبة إليها لأنه دخل الأندلس، وأعلن هناك عن قيام الدولة الأموية. بدنا نأخذ عن تاريخ المسلمين في الأندلس. الأندلس اللي كلنا حاليا بنعرفها إسبانيا، هاي الأندلس كان للمسلمين فيها تاريخ عظيم. بدنا نأخذه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدنا نأخذ عصر الإمارة الأموية اللي بدأ في عام 138 للهجري واستمر ما يقارب 80 عام غاية 318. وبدنا نأخذ عن العصر الثاني اللي هو عصر الخلافة الأموية، الفرق بين الأول والثاني، الأول كان اسمه الإمارة، الثاني اسمه الخلافة. بدأ منذ عام 300 للهجرة لغاية 422 للهجرة، اللهم صل على سيدنا محمد. العصر الثالث اللي هو عصر ملوك الطوائف اللي بدأ في عام 422 وانتهى في 898 للهجرة، وفيه لقب الحاكم باسم الملك. خلينا نبلش بالأول اللي هو عصر الإمارة الأموية. في هذا العصر كلنا بنعرف انه عبد الرحمن الداخل او عبد الرحمن بن معاوية تمكن من تأسيس الإمارة الأموية في الأندلس لما نجا بنفسه من العباسيين، ولقبناه بالداخل لأنه دخل الأندلس. وفي هاي المرحلة استقل عبد الرحمن الداخل عن الدولة العباسية، وهو حتى يثبت حكم الأمويين في الأندلس قام بمجموعة من الأمور. من هاي الأمور اللي قام فيها، أولا إنشاء جيش قوي لحماية الدولة من الأخطار الخارجية. من المعروف أنا إذا بدي دولة قوية شو بدي أنشئ لها؟ بدي أنشئ لها جيش قوي، فهو أنشأ جيش قوي حتى يحمي الدولة من أي خطر خارجي. أيضا انتهج عبد الرحمن الداخل سياسة تقوم على اللين والتسامح والعفو، كان لينا متسامحا يعفو، فهاي السياسة ساعدته انه يثبت دعائم الحكم الأموي في الأندلس. ايضا عبد الرحمن الداخل، كل دولة قوية زي ما بدها جيش قوي بدها عاصمة، فهو كان عاصمته مدينة قرطبة، اتخذها عاصمة للدولة الأموية. اذا أول عاصمة للدولة الأموية في الأندلس كانت على يد عبد الرحمن الداخل، وكان اسمها قرطبة، اسمها قرطبة. طيب توالى على حكم الإمارة الأموية في الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل أو الملقب بالداخل عدة ملوك، كان من أبرزهم عبد الرحمن الأوسط اللي هو عبد الرحمن بن حكم، عبد الرحمن بن الحكم الملقب بالأوسط. هذا عبد الرحمن قام بالعديد من الإنجازات، هاي الإنجازات ساعدت في تطور الدولة الأموية في الأندلس، حتى أن الدولة بلغت في عهده أوج
ازدهارها وأوج عمرانها. وكانوا بسموا أيام حكم عبد الرحمن الأوسط بأيام العروس. ليش؟ العروس كلها خيرات، فهم سموا أيام حكم عبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن بن الحكم بأيام العروس، وأصبحت الأندلس من الدول المتقدمة. طيب، إذا مرة أخرى، عبد الرحمن الداخل نجا بنفسه من الدولة العباسية، ولوين راح؟ راح للأندلس. تمام؟ هلا هو حتى يثبت دعائم حكم المسلمين في الأندلس شو عمل؟ بنى جيش قوي، اتخذ من مدينة قرطبة عاصمة له، كانت سياسته تقوم على اللين والتسامح والعفو. هلا غير عبد الرحمن الداخل تعاقب على حكم الدولة الأموية في الأندلس العديد من الحكام، كان من أبرزهم عبد الرحمن بن الحكم الملقب بالأوسط. أيامه ازدهرت الحضارة الإسلامية في الأندلس، سموا أيامه بأيام العروس لكثرة الخيرات فيها. إلا أنه بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن بن الحكم ظهر الضعف في الإمارة الأموية في عام 238. طيب شو سبب الضعف اللي ظهر في الدولة الأموية؟ أول إشي زادت عنا مظاهر الترف واللهو. طب يا جماعة، طب ما أنتوا كانت من أهم الأسباب اللي قضت عليكم في المشرق الإسلامي لما استولوا عليكم العباسيين زيادة مظاهر الترف واللهو، ليش رديتوا كررتوها في الأندلس؟ كرروا نفس الإشي في الأندلس، ازدادت عندهم مظاهر الترف واللهو. أيضا ظهور الثورات المناوئة للدولة، ظهرت في الدولة الإسلامية أو الدولة الأموية في الأندلس ثورات كانت ضد الدولة الأموية. ثلاثة، هجمات الفرنجة من شمال شبه الجزيرة الأيبيرية. الفرنجة هجموا على المسلمين اللي كانوا بعيشوا في الأندلس. هدول الفرنجة وين كان مركزهم؟ كان مركزهم في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية. الجزيرة الأيبيرية بالمناسبة نطلق عليها اليوم إسبانيا والبرتغال. طيب، إذا العصر الأول شو كان اسمه؟ كان اسمه عصر الإمارة. العصر الثاني اللي بدنا ناخذ فيه عن حياة أو تاريخ المسلمين في الأندلس اسمه عصر الخلافة الأموية، اللي كان فيه الخلفاء يلقب باسم خليفة. هلأ يا جماعة، اتولى فيه أول إشي عبد الرحمن الثالث الحكم، وهذا عبد الرحمن الثالث شو كان لقبه؟ الناصر. إذا نرجع نتذكر مع بعض الألقاب، عبد الرحمن بن معاوية كان اسمه عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن الحكم كان اسمه الأوسط اللي حكينا إنه أيام المسلمين كانت في عهده لقبوها باسم العروس. عبد الرحمن عبد الرحمن الثالث الحكم كان اسمه الناصر. هذا الناصر تمكن من إنجاز العديد من الأعمال التي أدت إلى استقرار الدولة. تمكن من إنجاز العديد من الأعمال التي أدت إلى استقرار الدولة. هاي الأعمال كان من أبرزها أولا توحيد البلاد والقضاء على خصومه. وحد البلاد، كانت البلاد فيها تفرقة، عبد الرحمن الناصر وحد البلاد. كما أنشأ أسطول حربي لحماية سواحل الأندلس من أي هجوم خارجي. أنشأ أسطول حربي، كل دولة قوية بدها جيش قوي، هو أنشأ أسطول حتى يحمي سواحل الأندلس من أي هجوم خارجي. الأندلس كان إلها سواحل تطل على البحار أو على المحيطات، فهو حتى يحمي هاي السواحل من هجوم الفرنجة، من هجوم البرتغال، من هجوم ما إلى ذلك اللي هي الجهات الطامعة، أنشأ أسطول بحري. ثلاثة، التصدي للخطر الفرنجي. فكل هاي الأعمال قام بها عبد الرحمن الناصر. لكن بعد انتهاء فترة حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر شو صار بالحياة؟ اضطربت الحياة السياسية وضعفت الدولة، مما أدى إلى ظهور دول متعددة سميت بدول الطوائف. إذن من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور دول الطوائف سببين، اللي هي اضطراب الحياة السياسية كانت مضطربة ما فيها استقرار. 2، ضعف الدولة كان
الدولة الأموية في الأندلس فيها بعض، فأدى ذلك إلى ظهور الطوائف. هلا تعالوا نشوف العصر الثالث اللي هو عصر ملوك الطوائف. حكينا إنه الدولة الأموية كان فيها ضعف، هذا الضعف أدى إلى انتشار الفوضى وأدى إلى تدخل القوى الخارجية اللي هي زي الفرنجة. فهون انقسمت عنا الدولة الأموية إلى دويلات أو إلى طوائف. دويلات، هاي الدويلات سميناها باسم الطوائف، وسمينا فترة حكمهم في الأندلس باسم ملوك الطوائف. وهاي ملوك الطوائف قسمت فيها الأندلس ل 22 دولة بعد ما كانت دولة واحدة، وتمكن عبد الرحمن الناصر انه يوحد بلاده ويقضي على خصومه. اجوا في عهد ملوك الطوائف وقسموها ل 22 دولة، من اشهرها غرناطة، اشبيليا، طليطلة، سرقسطة. طب انت معروف لما تقسم الاشي شو بصير فيه؟ بضعف، فبالتأكيد بده يكون هذا العصر عصر ضعيف. على الرغم من انه هاي الطوائف ورثت الخلافة الاموية، لكنها كانت بتعاني من امور، منها عدم استقرار الحكم فيها، والتناحر بين ملوكها. عدم استقرار الحكم والتناحر، شو يعني التناحر؟ ان ايه، هلا لما تتقاتل انت وصاحبك على امر من الامور بحكي انكم بتتناحروا، يعني اختلاف. فهذا عدم الاستقرار والتناحر لايش ادى؟ ادى الى جعلها مطمعا للفرنجة، هلا لما اجا المعتمد بن عباد اخر ملوك الطوائف شاف انه الفرنجة طمعانين بالاندلس، شو عمل المعتمد بن عباد اخر ملوك الطوائف؟ استنجد بدولة المرابطين. هاي دولة المرابطين وين كانت موجودة؟ كانت موجودة بالمغرب العربي. اذا مرة اخرى، اجا عنا اخر ملوك الطوائف اللي كان اسمه المعتمد بن عباد، شاف انه هالفرنجة طمعانين بالاندلس، فشو عمل؟ استنجد بدولة المرابطين اللي كانت موجودة في المغرب العربي. مين كان قائد دولة المرابطين؟ كان اسمه يوسف بن تاشفين، قائد دولة المرابطين اللي كان في المغرب يوسف بن تاشفين. هلا ساعدوهم المرابطين في ايش؟ ساعدوهم في معركة الزلاقة اللي خاضها المسلمين في الأندلس ضد الفرنجة. طيب تعالوا الآن نشوف معركة الزلاقة. معركة الزلاقة اللي كان فيها طرفين، الطرف الأول كان في عنا آخر ملوك الطوائف اللي هم كان في عنا المعتمد بن عباد اللي حكينا استنجد بمين؟ استنجد بيوسف بن تاشفين اللي هو أمير دولة المرابطين في المغرب العربي. كان ضدهم من الجهة الثانية اللي هو الجيش الإسباني بقيادة ألفونسو السادس، إذا مرة أخرى، يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين ساعد مين؟ ساعد عنا المعتمد بن عباد ضد مين؟ ضد الجيش الإسباني بقيادة ألفونسو السادس. أين وقعت هذه المعركة؟ وقعت هذه المعركة في منطقة يقال لها سهل الزلاقة، وسميت نسبة إليها. هلا هاي المعركة كان إلها أثر كبير في تاريخ المسلمين في الأندلس. شو كان أثرها، إيجابي ولا سلبي؟ كان أثرها إيجابي، فقد أوقفت زحف الفرنجة من شمال شبه الجزيرة الأيبيرية على أراضي الأندلس. وقفت زحف الفرنجة على الأندلس. إذا مرة أخرى، هلا عصر ملوك الطوائف انقسمت في الأندلس ل 22 دولة. على الرغم من انها ورثت الخلافة الاموية، الا انه كان فيها عدم استقرار وتناحر بين ملوكها. هذا الاشي شو خلى؟ خلى الفرنجة يطمعوا فيها. فاجى المعتمد بن عباد اخر ملوك الفرنجة، اخر ملوك الطوائف، استنجد بامير دولة المرابطين يوسف بن تاشفين في المغرب العربي،
استنجد فيه وخاضوا معركة. هاي المعركة اسمها معركة الزلاقة ضد الجيش الإسباني، وانتصر فيها المسلمين وأوقفنا احنا فيها زحف الفرنجة على أراضي الأندلس. تمام. هلأ نتيجة، هلأ صار في بينهم زي معاهدات، لكن ألفونسو الثامن، احنا خضنا معركة الزلاقة مع مين؟ مع ألفونسو السادس. لكن ألفونسو الثامن شو عمل؟ نقض العهد مع المسلمين وهاجم مدينة إشبيليا اللي كانت بتخضع لحكم الموحدين. إذا ألفونسو الثامن شو عمل؟ هاجم، نقض العهد مع المسلمين وهاجم إشبيليا اللي كانت بتخضع لحكم الموحدين. فخاضوا المسلمين مع الإسبان معركة، هاي المعركة اسمها معركة الأرك، وسميت باسم الأرك نسبة إلى قلعة الأرك التي تقع في وسط الأندلس. شو كانت نتيجتها؟ نتيجتها بأنه المسلمين هاجموا طليطلة، المسلمين هاجموا منطقة طليطلة وتمكنوا من التوغل في بلاد الإسبان، فأجوا الإسبان وطلبوا الهدنة من المسلمين، فوافق المسلمين على منحهم الهدنة مدة 10 سنوات. تمام. إذا هيك احنا بنكون تحدثنا عن معركتين، الأولى اللي هي كانت عنا معركة الزلاقة اللي وقعت في منطقة سهل الزلاقة بين المسلمين بقيادة المعتمد بن عباد الذي استنجد بدولة المرابطين وكان قائدهم يوسف بن تاشفين، وبين الإسبان نتيجتها انه احنا انتصرنا عليهم. لكن الإسبان شو عملوا؟ نقضوا العهد اللي كان مع المسلمين وكانوا بدهم يهاجموا مدينة إشبيليا. شو عملنا معهم؟ خضنا معهم معركة اسمها معركة الأرك. هاي معركة الأرك اللي سميت نسبة إلى قلعة الأرك، تمكننا احنا فيها من الانتصار على المسلمين، والإسبان طلبوا منا هدنة مدتها هاي الهدنة 10 سنوات. تمام. هلا برضه استمروا في نقض العهد، فألفونسو التاسع نقض شروط الهدنة مع المسلمين، فخرج لهم مين؟ خرج لهم محمد بن يعقوب، خرج للقاء الجيش الإسباني. التقى الجيشين في معركة أو في موقع يقال له العقاب في عام 612 للهجرة. هلأ شو كان السبب مرة أخرى؟ السبب بأنه خروج محمد بن يعقوب للقاء الجيش الإسباني بسبب نقض ألفونسو التاسع شروط الهدنة مع المسلمين. أطرافها زي ما حكينا كانوا المسلمين بقيادة محمد بن يعقوب، والفرنجة اللي هم الإسبان بقيادة ألفونسو التاسع. شو ترتب عليها نتائج؟ هون النتائج إحنا كمسلمين بدنا نزعل عليها، لأنه إحنا وقعت عنا الهزيمة، انتصروا علينا الإسبان. ليش؟ بسبب الفتنة اللي صارت في صفوفنا، بسبب الفتنة اللي صارت في صفوفنا احنا كمسلمين انهزمنا، وسقطت العديد من المدن الأندلسية بيد الإسبان. سقطت العديد من المدن الإسبانية واحدة تلو الأخرى بيد الإسبان. آخر إشي سقطت عنا قرطبة وانهارت دولة الموحدين اللي كانت موجودة عنا. طيب هلأ قبل ما نحكي عن انهيار الحكم العربي في الأندلس، قبل ما نحكي عن انهيار الحكم العربي في الأندلس بدنا نحكي عن جماعة اسمهم بني الأحمر. هذولا بني الأحمر كانوا واقفين وقفة قوية ضد الفرنجة، كانوا واقفين وقفة قوية ضد الفرنجة، وهم من أقوى أمراء الأندلس. لما انهزم المسلمين في معركة العقاب اللي كانت بقيادة محمد بن يعقوب، أجوا بنو الأحمر ووقفوا في وجه الفرنجة وحافظوا على الممالك الإسلامية في الأندلس تقريبا 2 قرن من الزمن. لكن ملوك الإسبان ضلوا يتطلعوا لوين؟ لمدينة غرناطة عاصمة بني الأحمر، ظلوا يتطلعوا لعاصمتهم على الرغم من انه كانت تسقط في ايدهم المدن الاندلسية واحدة تلو الاخرى. فتمكنوا في النهاية من القضاء والسيطرة على مدينة غرناطة، والتي تعد
آخر معاقل المسلمين. كان هذا في عهد مين؟ في عهد أبي عبد الله الصغير، هو اللي قام بتسليم غرناطة إلى الإسبان بموجب معاهدة غرناطة. هلأ شو كانت نصوص معاهدة غرناطة؟ يتعهد ملك غرناطة بتسليم المدينة إلى ملك قشتالة في جو من الوفاق وإعلان ولائهم وطاعتهم لصاحب السمو ملك قشتالة. كان نصوص هاي المعاهدة بتطلب من ملك غرناطة اللي هو كان اسمه أبو عبد الله الصغير إنه يسلم لملك قشتالة. شو بده يسلمه؟ بده يسلمه غرناطة اللي هي آخر معاقل المسلمين، وبده يسلمها في جو من الولاء، وبده يعلن ولائه، وبده يكون في وفاق، وبده يكون في طاعة لملك مين؟ قشتالة. وكان بموجبها بده يتم تسليم قصر الحمراء والقلاع والحصون للإسبان. فهون بنحكي احنا شو صار عنا؟ صار عنا انهار الحكم العربي في الأندلس بعد تقريبا 8 قرون. لما شاف أبو عبد الله الصغير حاله تم الاستغناء عليه، وبلشوا هالإسبان يخنقوه ويضيقوا عليه، تذكر، وهل تنفع الذكرى هنا؟ تذكر كيف كان وكيف أصبح، وذرفت عيناه من الدموع باكيا على الملك الذي أضاعه بعد مجد وبعد عز شامخ استمر ما يقارب 8 قرون. فقالت له أمه مخاطبة له: ابكي ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. هذه أمه قالت له بيت الشعر هذا مخاطبة إياه. طيب تعالوا الآن نتناول مع بعض مجموعة من الأمور اللي أدت إلى سقوط الأندلس. أول إشي الميل إلى حياة الترف واللهو. من المعروف إنه الحضارة الأموية كانت بتميل إلى الترف واللهو. إذا واحد، ازدياد أطماع الفرنجة الذين كانوا يطمعون في انتزاع الأندلس من أيدي المسلمين. الفرنجة هم كانوا بدهم ينتزعوا الأندلس من أيد المسلمين. 2، الصراع الداخلي في الأندلس. الأندلس نفسه كان في صراع، مش حكينا إنه هو انقسم ل 22 دولة سميناها باسم الطوائف. طب لما هي انقسمت ل 22 شو بدها تعاني؟ بدها تعاني من فوضى، بدها تعاني من ضعف. 3، الميل إلى حياة الترف واللهو. 4، الخلافات والنزاعات المتكررة بين ملوك الطوائف وتقسيم الأندلس إلى دويلات. كل هذا أدى في النهاية إلى إسقوط الأندلس بيد الفرنجة وبيد الإسبان. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا الثاني اللي درسنا الثاني اللي تحدثنا فيه عن تاريخ المسلمين في الأندلس. إلى لقاء في درس قادم إن شاء الله نتحدث به عن نظام الحكم والإدارة في الأندلس. ويعطيكم ألف عافية على حسن استماعكم.